للحديث عن محاولات إعادة تدوير نظام الأسد والاتهامات لبعض الدول الأوروبية بذلك مع صعود اليمين المتطرف، معنا من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري السيد ياسر النجار. أستاذ ياسر، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ ما توصلت إليه مجلة فورين بوليسي عن جهود بعض الدول الأوروبية للتطبيع مع نظام الأسد؟ مساء الخير لكم ولجمهوركم. ظني أن المقال الذي ذكر في المجلة يعني اعتمد على أمثلة قديمة نسبيا، هو تكلم عن أحداث جرت منذ سنتين فأكثر ما قبل فترة الكورونا، وبالتالي لم يعزز هذا المقال أمثلة حديثة بحيث تستوجب التفكير بقلق أكبر. هذا من جانب. الجانب آخر، هذا المقال أيضا يعول على ما يعرف بصعود التيار اليميني في المناطق الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي، والتي هي يعني مناطق العبور بالنسبة للاجئين. أتكلم عن اليونان، أتكلم عن إيطاليا، أتكلم عن بلغاريا وأيضا قبرص. كل هذه الدول لا يعول عليها في سياسة الاتحاد الأوروبي في الإنفاق، وإنما هي تطالب مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي، سيما أن بعض هذه الدول أيضا تم تقديم دعم لها قبل فترة من روسيا، يعني أتكلم قبل فترة الكورونا. إذا بالنتيجة نحن نتكلم عن دول غير فاعلة في الاتحاد الأوروبي، غير متمكنة ماديا، لا تستطيع أن تقدم أي مشروع حقيقي على مسار تفكيك الاتحاد الأوروبي، على منح خطوته أو رأيه في موقفه في اتجاه القضية السورية. هذا من جانب. من جانب آخر، منظومة الاتحاد الأوروبي بشكل كامل هي منظومة غير فاعلة بشكل واضح بالنسبة لما يحصل في سوريا، وإنما هي تتبع لخطة الولايات المتحدة الأمريكية وقرارات الولايات المتحدة الأمريكية. بالنتيجة، فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم خطة إعادة تدوير النظام، فسنرى أن الاتحاد الأوروبي سيباشر بهذه الخطوة. حاليا المواقف واضحة، القانون من الناحية القانونية هناك قانون قيصر يعاقب يعني بأثر اقتصادي كل من يتعامل مع هذا النظام. لا يستطيع أي أحد من المؤسسات على مستوى دول العالم أن تتخذ موقفا بهذا الاتجاه. أما بالنسبة لهذا القانون فلديه أيضا ثغرة قانونية، هو لا يحاسب أي خطوات سياسية باتجاه التطبيع مع النظام، وإن كان يعلق على أنه لا يحبزها. هذا ما وجدناه باتجاه الموقف الأمريكي باتجاه بعض الدول العربية. روسيا ساعدت بوصول العديد من أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا إلى السلطة، ما انعكاسات ذلك وآثار ذلك على قضايا الشرق الأوسط لا سيما وتحديدا سوريا؟ يعني ظني أن روسيا لم تساعد بشكل مباشر، وإنما الظروف التي ساعدت في ظروف يعني تقدم الاتجاه اليمين المتطرف. نحن نتكلم عن موجات من اللاجئين كانت كثيفة، وصلت إلى حوالي 96 مليون شخص يقال في عام 2021 عدد اللاجئين مع النازحين. نحن نتكلم أيضا عن دول كما ذكرت هي الترانزيت بالنسبة للعبور، تعاني حقيقة من سياسة اللاجئين ومرور اللاجئين لديها، واتفاقية شنغن التي تفرض على هذه الدول أن تستوعب أعداد اللاجئين، سيما وأنك إذا كان هناك عملية تبصيم في هذه الدول. وبالتالي هذه الدول كلها كانت تعاني من إفقار، وكانت تعاني من سياسة تواجد اللاجئين. كل هذا الأمر والسياسة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها هذه البلاد، كل هذه النتائج فرضت على صعود حالة اليمين الذي هو أميل باتجاه أيضا كما ذكرتم النظام في روسيا. ولكن ظني أن هذه الأحزاب لا تستطيع أن تتخذ مواقف واضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي بالإطلاق، كون أن هذه الدول تطلب المساعدات وهي بحاجة إلى مساعدة. أتكلم عن اليونان وإيطاليا على وجه التحديد، أما بالنسبة لقبرص فهي دولة هامشية. طيب، ليس لها حاجة. بعض هذه الدول في أوروبا تدفع نحو التطبيع مع نظام بشار الأسد، لماذا؟ بسبب ملف اللاجئين، يعني اتخذت هذا الملف مبررا للدعوة من أجل التطبيع وإنهاء هذا الملف، كيف تنظر إلى ذلك؟ هل ثمة خطورة، وخاصة أن هناك يعني أعداد هائلة جدا من اللاجئين السوريين فارين من هذا النظام ومن بطشه؟ يعني لا يستطيع أحد أن يتجاوز ما يعرف بقوانين الإنسانية في دول الاتحاد الأوروبي أو الأنظمة الديمقراطية. بالنتيجة، ما سبب هجرة اللاجئين أو نزوحهم أو خروجهم من البلاد هو بوجود نظام بشار الأسد في أسدة الحكم. هناك قرارات دولية لم يردع النظام أو لم يمتثل النظام لتطبيقها. نحن نتكلم عن خطة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في
انتقال سياسي في سوريا. جميع الدول الديمقراطية هي تؤيد مثل هذه القرارات، أتكلم عن قرار 2118 والقرار 2254. بالنتيجة عدم تغير الظروف التي فرضت على اللاجئين هجرتهم من سوريا يعني لأنه لا يمكن إعادة اللاجئين إلى سوريا من جديد. خطة الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هي التضييق على هذا النظام لكي يقبل بأن يكون هناك يعني قبول بالقرارات الدولية وخطة للانتقال السياسي. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشرات بهذا الاتجاه، وبالتالي لا يوجد أي مبرر ولا يوجد أي مسوق لعودة اللاجئين إلى داخل أراضي سوريا، وخصوصا أننا نجد أن وفود يعني اللاجئين السوريين لم تنقطع حتى هذه اللحظة. إذن بالنتيجة السوريين عانوا وما زالوا يعانون، وبالتالي لن يكون هناك أي منطق في التعامل مع عودة اللاجئين من خلال التطبيع مع نظام بشار الأسد الذي هو تسبب به. إلى أي مدى يمكن التعويل إلى أي مدى أستاذ ياسر يمكن التعويل على قانون قيصر كرادع أمام هذه الدول التي تدعو إلى التطبيع مع نظام بشار الأسد؟ كما ذكرت لكم في المقدمة، القانون لا يردع إلا العلاقة الاقتصادية مع نظام بشار الأسد يعني مؤسسات الدولة وشخصيات موجودة على هذا القانون. أما بالنسبة لعملية العلاقات السياسية فلا يوجد أي تبعات من خلال قانون قيصر على أي تطبيع مع هذا النظام. كما ذكرت، الأردن ابتداء بدأت في عملية تطبيع مع هذا النظام منذ أكثر من 4 سنوات، والنتيجة أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أبدت استياءها ولكنها لا تستطيع أن تضبط هذا الأمر من خلال قانون قيصر. ولكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن بالنتيجة الأردن وجد أن عود يعني تطبيعه مع النظام لن يساهم في عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن، بل سبب أكثر من ذلك. أستاذ ياسر، كيف تصف الدور الخليجي في إطار هذا أو في إطار الدعوة إلى التطبيع أو الوقوف أمام التطبيع لصالح نظام بشار الأسد، وخاصة الدور السعودي الدور القطري؟ ظني أن الموقف كان واضحا وجليا في قمة الجامعة العربية غدا. عدم وجود للنظام السوري مع يعني جميعنا نعلم أن هناك كانت زوبعة من خلال النظام في الجزائر على عودة النظام السوري إلى مقعده في لإشغاله في الجامعة العربية، لم يستطع لا الجزائريون ولا الأنظمة التي يعني عولت على عودة النظام في هذه القمة. النتيجة كانت واضحة وجلية، لا عودة لنظام بشار الأسد الذي يعني تسبب بخروجه من مقعد الجامعة العربية نتيجة يعني ضغط على شعبه ونتيجة المجازر التي قام بها، وهذه الأمور لم تتغير، وبالتالي لا يوجد أي مسوغ لعودة نظام بشار الأسد إلى مقعد الجامعة العربية. هذا هو الموقف الخليجي. موقف المملكة العربية السعودية كان واضحا وجليا، موقف قطر في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الأخير كان موقفا واضحا وجليا. بالنتيجة جميع هذه الأنظمة تقول أن نظام بشار الأسد لم يغير في سلوكه، أن نظام بشار الأسد ما زال يشكل عبئا على الحل السياسي في سوريا، وبالتالي لا مسوغ لعودة العلاقات الطبيعية معه. من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، شكرا جزيلا لك.